بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، وان شاء الله دلوقتي هنبتدي مع بعض التكست الخاصه بليسن 3 يونت 6 كونكت 5. التايتل بيقول لك وات ار ناتشرال ريسورسز، ما هي الموارد الطبيعيه. Our world is amazing. Our ملكنا، عالمنا رائع. It gives us، بيعطينا. Many things، many يعني كتير. العديد من الأشياء. So، لكي. We can have food، يكون عندنا، نقدر اللي يكون عندنا إيه؟ طعام. Clothes، ملابس. And build our houses، ونقدر احنا نبني منازلنا. The things، الاشياء. Nature gives us، اللي الطبيعة بتديها لنا. Are called، بتسمى. وما ننساش be called، لو واحد مش عارف مسمى حاجة يقول لك ايه، تسأله انت ايه، what is it called، what are they called، اهي يبقى be اللي هي ايه، am و is و are، يسمى اهو، يدعى. فبيقول لك هنا ايه، ال things اللي nature بتجيبز us، الاشياء اللي الطبيعة بتديها لنا بتمدينا بيها، are called، بتسمى ايه، natural resources، الموارد الطبيعية. we can use these، نقدر نستخدم these، دي عايدة على ايه، natural resources، نقدر نستخدمها الموارد الطبيعية دي، to stay، لكي نظل alive. وهطلع منها ب expression اللي هو stay alive، stay alive اللي هو يظل على قيد الحياة، يفضل عايش، يفضل عايش يعني ما يموتش. and keep healthy اللي هو نكون بصحة كويسة، نكون أصحاء. keep healthy، نظل ونبقى أصحاء. some examples of natural resources are، بعض الأمثلة على الموارد الطبيعية زي إيه، water المياه، clean air الهواء النظيف المنعش، animals الحيوانات، forests غابات، soil تربة اللي احنا بنزرع فيها، fossil fuels الوقود الحفري، like مثل، oil البترول، and coal الفحم، and minerals معادن، like مثل gold الذهب، and copper والنحاس. water is the most important of all natural resources، المياه هي الأكثر أهمية في كل الموارد الطبيعية. ما ننساش ذا والصفة، لو طويلة صفة طويلة زي important، تجيب لي إيه، most. the most important الأكثر أهمية، مقارنة ما بينها وما بين إيه، كل الناتشرال ريسورسز. طب ليه هي الأكثر أهمية؟ because لأننا، أو because all living things، لأن كل الكائنات الحية، living things الكائنات الحية، need it بتحتاجها، it دي عايدة على إيه؟ على الووتر. to stay alive لكي تبقى على قيد الحياة. we use it بنستخدمها، to drink لكي نشرب، to give to our animals نعطيها للحيوانات بتاعتنا، and to grow plants وان احنا كمان نزرع ايه، نباتات. we also use it for cleaning. طيب انت خدت هنا use، يستخدم، to plus infinitive مصدر زي ايه، to give، تمام، to drink. we use، يستخدم، for من اجل plus الverb ing،
for cleaning. بنستخدمها ايه؟ للتنظيف. for clean energy verb ing. الانرجي دي طاقة، طاقة ايه؟ نظيفة. تمام. يبقى for energy مثلا اللي هو النون، يبقى for بيجي بعدها verb ing او النون، والنون ممكن يكون اسم لوحده او جملة اسمية اللي هي الصفة adjective اها plus noun. for clean energy and for transporting people لنقل الناس and goods. goods اللي هي البضائع. clean air الهواء النظيف is also important هو ايضا مهم to keep us لكي يحافظ علينا and our crops وعلى محاصيلنا healthy اصحاء، يخلينا اصحاء، يجعلنا اصحاء. تمام. we make furniture make things بيصنع اشياء، والفرنتشر هنا اللي هو الايه؟ العفش. from يبقى هنطلع هنا make something يصنع شيء from من، والماتيريال الماده الخام اهو يصنع شيء from من والماده الخام. تمام. we make furniture from trees من اشجار. we grow food grow plants grow crops grow food in the soil grow food in the soil بنزرع الطعام في التربه، الخضار والفاكهه اللي احنا بناكلها دي اسمه ايه؟ grow food. تشمل ايه؟ growing food دي plants like vegetables والفروت، خضار وفاكهة. in the soil طبعا we grow food تقول لي in the soil في التربة. ده المكان اللي احنا ايه؟ بنزرع فيه. fossil fuels like oil الوقود الحفري مثل البترول، coal اللي هو الفحم، and gas والغاز الطبيعي are also دول كلهم ايضا natural resources موارد طبيعية. they give us energy for our houses بيمدونا بالطاقة، بيدونا طاقة للمنازل بتاعتنا، and fuel for our cars والوقود لسياراتنا. but fossil fuels make the air polluted بس الوقود الحفري ده ليه عيوب، ان هو ايه؟ make اهو something adjective هنا بقى بيجعل اهو يجعل الشيء ده الصفة، الصفة دي اللي هو انت بتستخدمها. فتقول لي make something هنا الاير يجعل الهواء، والادجكتيف هنا polluted ملوث. تمام. and we can't renew them ال re ده اهي prefix اللي هي بادئه بمعنى ايه؟ equal again تاني. فلما تقول لي renew new يعني جديد، renew يعيد تجديد، them يعني ايه؟ يعني الفوسل فيولز اللي بيخلي الاير بولوتد ده لما بيخلص ما بنقدرش ايه؟ نجدده. الوقود الحفري ده غير متجدد، لو خلص ما بنجيبوش تاني. تمام. other natural resources موارد طبيعية اخرى are زي ايه؟ minerals المعادن، and these include include بقى تبقى ايه؟ 1 2 3 تشتمل على، تشمل gold الذهب، silver الفضة، tin القصدير، copper النحاس، lead الرصاص،
and zinc والزنك. We use gold and silver to make بنستخدم الذهب والفضة to make إيه؟ بنصنع بيهم إيه؟ beautiful jewelry. beautiful jewelry اللي هي المجوهرات الجميلة. We use the other minerals plus gem المعادن الأخرى to make لكي نصنع things أشياء like مثل cell phones الهواتف الخاوية pipes أنابيب in our houses اللي موجودة في المنازل بتاعتنا cookers نصنع منهم بوتاجازات fridges تلاجات in our kitchens اللي موجودة في المطابخ بتاعتنا computers كمبيوترات and cars والإيه السيارات دول كلهم بقى إيه الأذر minerals زي إيه اللي هو طبعا ممكن الليد زنك كوبر تن all these natural resources كل تلك الموارد الطبيعية are important for ونطلع هنا important for مهم لي مهم لإيه بقى our economies الاقتصاد بتاعنا بنبيعه بنصدره عملة صعبة we take the natural resources بناخد الموارد الطبيعية and use them بنستخدمها to make new products برضو هنا make products يصنع منتجات أو products اللي هي منتجات أهو. make things make يعني يصنع create أهو. make products يصنع منتجات تبقى عارف اللي هو ميك دي مع الاشياء بمعنى يصنع وي ذن بعد كده سيل ذا برودكتس بنبيع تو سيل ذا برودكتس بنبيع المنتجات تو لي اذر كونتريز بنصدرها لبلاد اخرى يبقى هنا سيل والشيء سمثينج تو شخص بقى او مكان اللي هو يبيع الشيء ده الشيء ده للمكان ده او الشخص ده sell the products وproducts قلنا المنتجات to other countries and buy things too طبعا لما بنيجي ناخد الفلوس بقى اللي احنا خدناها تمن المنتجات دي بنشتري بيها برضو اشياء تانية ممكن من بلاد تانية يبقى buy اللي هو يشتري يبقى انت عندك sell ده الopposite بتاعها عكسها buy دي نهاية كده التكست الخاصة بي لسن 3 أشوفكم إن شاء الله على خير في لسن 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته